سبحان الله رب العالمين. يا موسى فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
إِنَّ
وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرزقني فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى البدبد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
قالت يا أيها الملأ
الرؤيا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة أتمدونني بمال فما
أنتم بهديتكم تفرحون فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قيل أذاك فارغ
صدق الله.